لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اعلموا حفظكم الله أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان كما جاء في القرآن وكما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الطين، أي الماء والتراب. وخلق الله تبارك وتعالى الملائكة من النور، وخلق الله تعالى الجن من مارج من نار. المارج هو اللهيب الصافي الذي يكون في أعلى النار. فإذا الملائكة ليسوا من الجن، لأن كثيرا من الناس يظنون أن إبليس كان من الملائكة، وبعضهم يقول كان طاووس الملائكة، فهذا الكلام غير صحيح. في القرآن الكريم الله تعالى قال عن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فإبليس ليس من الملائكة، إنما هو أبو الجن. أما الملائكة فهم عباد لله مكرمون، أولياء الله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هم عباد يطيعون الله، وكلهم أولياء الله. هؤلاء الملائكة لهم وظائف الآن وفيما بعد يوم القيامة، تبقى لهم وظائف. جبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة، وهو أمين الوحي. قال الله تعالى علمه شديد القوى، أي علم محمدا جبريل عليه السلام الذي هو قوي. الله تعالى جعل جبريل رئيس الملائكة، وجعل جبريل رسولا للملائكة، هو يبلغهم عن الله تبارك وتعالى افعلوا كذا افعلوا كذا. فجبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة، وبعده ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش. هؤلاء أفضل الملائكة. والملائكة لا يتشكلون بأشكال البهائم الخبيثة كالحية والفأر والعقرب، قد يتشكلون بشكل إنسان من الذكور من غير آلة الذكورة، بشكل واحد من الصحابة، بهيئة واحد من الصالحين، هذا يحصل. ولا يتشكلون بأشكال النساء. الملائكة لا يفعلون الأفاعيل الخبيثة، ولا يعينون على السحر، ولا يحضرون بالتحضير الذي يسمى عند بعض الناس الروحانيين. هؤلاء الذين يسمونهم الروحانيين، هؤلاء يشتغلون مع الشياطين، لا يجوز للشخص أن يذهب إليهم للسؤال عن سرقة، للسؤال عن أمر غيبي، لأن الغيب لا يعلمه كله إلا الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الملائكة لهم وظائف على حسب ما أمرهم الله. عزرائيل يقبض الأرواح، يقبض أرواح الناس وأرواح الجن وأرواح الملائكة عند النفخ في الصور على حسب ما أمر الله تبارك وتعالى. وقال العلماء لا يجوز سب ملك من الملائكة حتى عزرائيل، ومن سب الملائكة هذا لا يكون من المسلمين. وهؤلاء الملائكة أيضا بعضهم لهم وظيفة هي حفظ بني آدم. لولا هؤلاء الملائكة الذين يحفظون بني آدم من أذى الجن للعب الجن بنا كما يلعب الأطفال بالكرة، والحمد لله على ذلك. هؤلاء يقال لهم الحفظة. ويوجد ملائكة وظيفتهم أنهم يدورون على مجالس الذكر، الذكر الصحيح كقول لا إله إلا الله، وعلى مجالس تعلم علم الدين، فيحفون الحاضرين بأجنحتهم فتحصل لهم النفحات والبركات بإذن الله تبارك وتعالى. فلا يجوز سب الملائكة، ولا يجوز الاستهزاء بهم، ولا يجوز الاستخفاف بهم، ولا يجوز إهانتهم. هم أولياء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق ما أحيانا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.